اولا هذه نقطه اللي تثارت اليوم في مجلس الحكومه في اثناء المناقشه، وهو انه على مستوى مديريات النيابات الاقليميه ديال التعليم تم تسجيل الانتقال او ارتفاع في نسبه وعدد التلاميذ الذين كانوا مسجلين في التعليم الخصوصي والان يسجلون في التعليم العمومي. وان شاء الله غدا في الندوه الصحفيه في الغالب يمكن السيد الوزير يقدم معطيات حول هذا الامر. هذه مساله الاولى. المساله الثانيه، اليوم الحكومه عطت الاولويه لاعداد المشروع المرسوم الخاص باحداث اللجنه بين الوزاريه المتعلقه بمنظومه التربيه والتكوين والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لتعمل على تتبع العمليه ديال تنزيل القانون الاطار والذي من بين مقتضياته الاشكاليات المرتبطه بالرسوم القطاع التعليم الخصوصي والتامين في التعليم الخصوصي واتخاذ القرارات بالنظر الى ان الاطار القانوني الحالي يتيح امكانيات معتبره لاتخاذ قرارات في هذا المجال. وهنا اشير ان من المشاريع القوانين التي ستعتمد بالنسبه لتنزيل قانون الاطار هنالك مشروع قانون خاص بالتعليم الخاص على ضوء الاحكام التي وردت في قانون الاطار الخاصه بالتعليم الخاص.